فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قولهم تشتاق لك الجنة ما حكم قولهم تشتاق لك الجنة عندما يقال له اشتقنا لك؟ ايش يدريه ان الجنة تشتاق له، لكن يقول نرجو الله ان تكون من اهل الجنة وان يدخلك الجنة. طيب، اما يخبر عن الجنة بانها تشتاق له، هذا تقول على الله جل وعلا. نعم.